فواحد البراكه كنا الحمد لله بعدا عايشين ما كنخلصوا لك راه بنادم يلاه الحمد لله داكشي اللي زعما اللي جاب ما ياكل الحمد لله. دابا الحمد دابا ولينا دابا مشكله دابا الكرا ريبنا جاو ريبوا لينا استفاده ديالنا عطوني النص ديالي والسيده اللي معانا النص ما لقيتش باش نبني. دابا راه عام جاي العامين دابا باش مريبه ما لقيتش باش نبني وما لقيتش مشكر اللي بني ليا وباقي انا باقا دابا حاليا باقا كاريه الظروف اللي كنعيش هو مع ولدي مسكين دابا عنده اعاقه مسكين لما وكلته ما ياكل لما خرجته ما يخرج. دابا انا شاده وجالسه عنده اعاقه ذهنيه وجسديه اخ ما كيدوي ما حتى حاجه مسكين ما والو خاص ديما واحد بارك حداه ما ينوضش بوحدو حيت لاناط كيطيح مسكين لا ما عنده حتى شي حاجه والو عندنا الله سبحانه وتعالى. وانا دابا شاده وجالسه ما لقيتش بغيت نبغي نمشي نعاون شويه واخا نعاون على الدواء عندي غالي عنده الدواء غالي عندو لي بارك يدقهم ديال الكريز مهرس مني ديالو طاحوا لي السنان كيجي كريز بزاف كيطيح ليا والطبيب ديالو كيخرج ليا بزاف الحوايج ما كنقدرش نديرهم ما في استطاعتيش باش ندير داكشي اللي تيقول ليا ديري ليه كيقول لك ديري ليه الشبكه ديال الراس ديري ليه تحاليل ديري ليه واحد العمليه ما هادشي ما عنديش كيفاش انايا واخا كنعيا ما كنرد البال ولكن ما كتعرفيش امتى حتى كيطيح ولا لا الله محمد رسول حتى هو مسكين مريض بالتخمام وكيشوف وقلت شي كيشوف كاين المره اللي تنبقاو بلاش والله اقسم لك يمينا كاين المره اللي ما كنتغداوش ولا ما كناو ما كنصيبو من ناكلو يلا لا جمعنا بحال جمعها فلوس الكرا تيمشي يتسلف منك وكغرقنا كريديات الراجل غرقنا كريديات بالسلف باش نخلصوا الكرا وباش نشريو مسكين الدري بحال هكا الدواء واخا كنبقاو حنا نجوعوا خاص الدري ما يقطعش لينا الدواء لقطع علينا الدواء كنوليو فشي حاله حتى هو مسكين مريض بالعصاب نضت لي واحد الونسيسه هنا في راسو مشيت ديتو عند الطبيب ديالو اللي مدوزين معاه الدري قال لي خصك ضروري دير عليها عمليه ومن حدوي غدا كتكبر مشاكل ما كينعش ما كنعسوش بالتخمام اقسم لك يمينا ما كنعسو وكثير هذا الحجر الصحي دازت علينا 3 شهور كامله دازت علينا وحق لا اله الا الله ما كان رمضان كاين ما فطرناش شحال من خطر ما فطرناش اقسم لك يمينا لا اله الا الله كتحسي صراحة تغلبنا شويه تغلبنا بزاف ماشي حتى شويه عندي يا عندي بنيه عندها دابا 13 وعندي الدريه صغيره كتقرا حتى هي في الثاني الدريه ديك جلست بالنسبه للامكانيات ما كاينش لا باش نقريها لا باش نشري الكتب لا باش اضطرت مسكينه تريح معايا في الدار باش تعاوني على خوها ولا كانت من شي ميناج ولا شي حاجه كتمشي ولا كانت شي خديمه وكلشي مرا بغات دير شي حاجه كانت تمشي عندها كتجفف ليها هي هي زت الهم زت معايا الهم باقا صغيره وزت المشاكل وزت الهم وكتخمم الخوه وكلشي قالت انا ما نقرا ما ندير والو انا بغيت نعاونك قالت ما قدرتش نشوف اختي الصغيره كتبات بلاش وجا عيد ما كنكسيهمش العيد الكبير ما تنشريش والله مكرفسين بزاف ماشي مكرفسه انا مكرفسين ليا وليداتي اللي مكرفسين ليا شحال من حاجه ناقصه تيقول لك حنا ما عايشينش كي الناس الدريه صغيره اقسم لك يمينا كتقولي لي كتقولي يا ماما انت ما كتخرجينا ما كتدورينا ما كتشريش لينا اللعاب ما كتشريش لينا الحوايج باش غتقنعيها باش حتى هي مسكينه كتقولي لها بنيتي راه ما عديش هي ولات مسكينه كتقول لك انا بغيت نقرا ونكبر ونشري لخويا الدواء حمدنا ربي وشكرناه كنطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يفتح لينا شي باب الفرج الله يفرج علينا وعلى كل مسلم هادشي ما تنترجاو الله سبحانه وتعالى ما عندناش تليفون ما عندناش تليفون اللي غتقرا فيه وفيه الواتساب وداكشي ما عنديش عندي تليفون عادي صافي كتقرا في الثاني عندي تتقرا في الثاني البنيه الصغيره كتقرا في الثاني ودوا معايا المدير قال لي خصها تقرا على زعما في التليفون وداكشي انا ما عنديش ما خليتها وجلست ولا لا الله محمد رسول الله النداء ديالي كنترجى الله سبحانه وتعالى وكنطلب من الله والله يحنن علينا القلوب هادشي ما كنطلب من الله الله يجعل ربي حنان قلوبهم على وليداتي بغيتهم يعاونوني على وليداتي وبقاو فيا ولادي اقسم لك يمينا ما تنعس وعندي الراميد وعندي كارطه ديال الاعاقه ديالو ما استفدتش من الدعم صيفطت لهم وما جاوبوني ما حتى حاجه وصافي
الله يحنن علينا القلوب، هادشي ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى.